المحلل الأول للأسواق المالية في إكويتي جروب لينا قنوع. أهلا وسهلا بك معنا أستاذة لينا. بداية، ما هي المؤثرات اليوم على أداء الدولار مقابل العملات الأجنبية؟ بداية بفعل ارتفاعات لمؤشر الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية الأولى، مع ارتفاع عوائد سندات الخسائر الأمريكية لأجل 10 سنوات عم نشوف ارتفاعات. أيضا لدينا هناك ترقب لعدد من البيانات الاقتصادية، بيانات القطاع الخاص اليوم سوف تظهر أيضا نترقبها. أيضا مؤشر قطاع الخدمات الاي اس ام كان هناك إيجابية في جلسة أمس. أيضا بيانات الوظائف الأمريكية، وهو يعني البيانات التي تعتبر مهمة ومؤثرة على حركة الدولار الأمريكي، وهي بيانات الوظائف الأمريكية التي سوف تظهر يوم الجمعة، وإذا كانت بالفعل إيجابية يعني هناك سيكون تقليص لبرنامج شراء الأصول ورفع لأسعار الفائدة، ويظهر أن الأسواق تحتسب ذلك من خلال ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية. فهناك إقبال على الدولار في ظل انه بعض يعني التراجع حول شهيه المخاطر نحو اسواق الاسهم، كيف لاحظنا في جلسه قبل امس تراجعات في اسواق الاسهم الامريكيه رغم ارتدادها في اليوم مع تراجعات في اسواق الاسهم الاسيويه. فمؤشر الدولار الامريكي هو بالفعل يعني الذي نلاحظ عليه ارتفاعات، وبالتالي العملات الاخرى المقابل الدولار الامريكي عم نشوف عليها تراجعات. اليوم اليورو مقابل الدولار الأمريكي على تراجعات، خاصة أنه هناك كما ذكرت أو صرحت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي بأنها ستستمر بسياستها التسهيلية والتحفيزية، وترى أنه التضخم مؤقت وعابر، ونحن نعلم أن التضخم في منطقة اليورو ارتفع تقريبا إلى 3%، يعني ارتفاعات قوية، لكن هي مع السياسة التحفيزية لأنها وهي تركز على الأجور وتعتبر أن الأجور نمو الأجور هو السبب لارتفاع التضخم، وأن أسعار النفط بالفعل عم تشهد ارتفاعات، فهذا عم بيأثر على التضخم وارتفاعاته في هذا في هذه الفترة. نعم، يعني حديث لاغارد كان بنوع ما حول التضخم، لأنه سيكون تضخم لحظي مما أثر بشكل أو بآخر على أسعار العملات. أريد الذهاب يعني إلى الجنيه الاسترليني مقابل اليورو والدولار. نلاحظ بأن هناك ارتفاعات جيدة في ظل الحديث عن يعني رفع أسعار الفائدة لدى بنك إنجلترا، يعني من المتوقع أن يتم رفع أسعار الفائدة. كيف التأثير وما مدى استمرار ارتفاع الجنيه الاسترليني؟ الجنيه الاسترليني لمع بعض التراجعات التي شهدناها خلال الفترة الماضية، رغم أنه بعض التراجعات عم نشهدها اليوم بسبب قوة الدولار الأمريكي لأنه يلعب الدور الرئيسي. الارتفاعات التي شهدناها على الجنيه الاسترليني، عم نشوف أنه التضخم مرتفع في بريطانيا، هناك توقعات بأن يكون هناك لرفع أسعار الفائدة في الفترة القريبة، وبالتالي يعني أن يكون لبنك المركزي البريطاني يعني قراره بأن يقوم برفع أسعار فائدة في تجديد للسياسة النقدية، فدعم حركة الجنيه الاسترليني وشهدنا الارتفاعات، لكن نشاهد بعض الضغط بسبب قوة الدولار الأمريكي. نعم. إذا ونحن خاصة نترقب البيانات المهمة وهي يوم الجمعة لتحدد بالفعل الاتجاهات بالنسبة لحركة الدولار الأمريكي والعملات الأخرى المقابلة للدولار الأمريكي. نعم أستاذ لين، يعني لو عدنا بالذاكرة قليلا للحديث عن الجنيه الاسترليني، ما مدى كان تأثره من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟ يعني هل لا زال يعاني من هذه المعطيات من سبب الخروج؟ إن كان يعني صح التعبير، إذا كان نوعا ما من الضغوط على الجنيه؟ نعم نعم، ما زال هناك يعني يظهر أنه هناك يعني عدم التوافق بين فرنسا وبريطانيا حول هذا الموضوع، ففرنسا يعني ربما يعني منزعجة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لأن هناك يعني فعلا يعني بعدة مشاكل اقتصادية حول مسألة الصيد وغيرها من الأمور الأخرى، فهذا ما عم بيسبب يعني بالفعل يعني
بالفعل يعني عم نشوف يعني ربما يشكل بعض الإشكاليات لبريطانيا، لكن يعني مع ذلك إنه نحن عم نحكي إنه البيانات الاقتصادية القادمة ببريطانيا يعني تعتبر بشكل عام إلى الآن إيجابية وعم نشاهدها، وبالتالي يعني وقت عم نشوف التضخم في ارتفاعات في بريطانيا، النمو الاقتصادي في بريطانيا نوعا ما يعني جيدا، فبالتالي كل هذه البيانات الاقتصادية تنعكس على النمو الاقتصادي في بريطانيا. فالتوجهات ربما سيكون هناك نوعا ما أو توقعات الأسواق بأن يكون هناك تجديد للسياسة النقدية من قبل بنك إنجلترا المركزي. نعم لينا، يعني دعينا نتحدث قليلا حول أسعار النفط والارتفاع الواضح في أسعار النفط. كيف يتعامل يعني مؤشر الدولار أو الدولار إجمالا، كيف تفاعل مع الارتفاع الواضح في أسعار النفط؟ هل هو يستفيد من ذلك أم يعني يعتبر ما كتقليص لمؤشر الدولار في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط؟ يعني رغم ارتفاع الدولار الأمريكي، نحن نعلم أن النفط والدولار تربطهما علاقة عكسية، لكن ارتفاعات الدولار ليس لها تأثير كثيرا فيها على أسعار النفط، لأن عم نشوف ارتفاعات ما زالت واضحة على أسعار النفط ومستمرة. لاحظ أنه برنت صوب 83 دولار في جلسة أمس، يعني نتحدث عن أعلى مستويات منذ عام 2018. الخام الأمريكي الخفيف عم نشوفه عند أعلى مستوياته منذ عام 2014، فبالتالي عم نشوف ارتفاعات قوية بالفعل بسبب اولا عندنا التزام من قبل اوبك بلس بواقع 400 الف برميل يوميا. هناك يعني التعثر سلاسل التوريد وهي المشكله الاكبر عم تدعم اسعار النفط. التوقعات بتعافي الطلب العالمي على النفط، وخاصه توقعات من وكاله الطاقه ان يعود الطلب العالمي ب 100.8. عم نلاحظ حملات التطعيم تتم على نطاق واسع وشامل، ف بالتالي كل هذه عم تكون تأثيراتها إيجابية على فتح الاقتصاد. وعم نشوف أنه حتى أنه دول المستهلكة للنفط عم نشوف عودة الطلب على النفط، فهذا عم يدعم أسعار النفط. يعني رغم أن الدول المستهلكة بشكل عام لا تريد أسعار النفط مرتفعة، لكن يظهر أنه النفط في اتجاه صاعد وربما نصل إلى مستويات 90 دولار في ظل كل هذه الظروف الحالية اللي عم نشوفها على أسعار النفط. ويظهر أن أوبك بلس لن تتسرع، وهي تحاول الحصول على استقرار في أسعار النفط، ولن تتسرع في رفع الإنتاج أكثر من ذلك للمخاوف بأن يكون ما زال تطورات فيروس كورونا وتأثيراتها تأثيرات يعني بالنسبة يعني بمرحلة التعافي نوعا ما، وأيضا إغلاقات نعم يعني هي من المتوقع أن مرحلة التعافي أن تهبط من أو تخفض من مرحلة التعافي الاقتصادي. محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب لينا قنوع، كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا.